لم تتخلى عن زوجها في ظروفه المالية الصعبة حين تعرضت شركته للتأميم وقرر الخروج من مصر لتصبح بعد ذلك أغنى السيدات في المجتمع وزوجة وأم لأغنى الرجال المصريين. يسري لوزا أرملة عميد أغنى عائلة بمصر أنس سويرس ووالدة المليارديرات نجيب وسميح وناصف سويرس. ولدت لوزا في عام 1935 ابنة لمحام وتخرجت بدرجة البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة، ثم حصلت على ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية وعملت في مؤسسة فورد بالقاهرة. في ثمانينيات القرن الماضي اقتحمت المليارديرة المصرية عالم صناعة تدوير القمامة عبر ما يعرف بمصر بحي الزبالين، فكانت أولى السيدات اللواتي استثمرن في هذا المجال لتصبح من الرواد، حتى أنها أنشأت مدرسة أطلقت عليها اسم ارتقاء، وهي الأولى من نوعها لرفع كفاءة جامع القمامة وأعمال تدوير المخلفات. ثم أسست وترأست شركة تعزيز الخدمات المتكاملة لإدارة أعمال جمع وإعادة تدوير القمامة بمنطقتي منشية ناصر والمقطم بالعاصمة القاهرة، والتي تعتبر هي المصدرة الأول للقمامة للدول الأجنبية التي تعيد تدويرها، لتصبح بعد ذلك إحدى أغنى سيدات الأعمال بمصر. فكيف ترى مسيرتها؟ للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today.